ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. سئلت عن تمارين التطويرية. تمارين التطويرية الحقيقة مهمة بالنسبة للاعبين، يعني الأعمار اليانعة مهمة جدا. يعني إذا حصرنا الأعمار بين 12 وبين 16 تكون هاي من التمارين المهمة جدا. على سبيل المثال الحصر 5 ضد 5، منطقة محددة بوجود لاعبين في نهايتي منطقة التدريب، تسمى نقل الكرة من نهاية إلى نهاية. طبعا كل المدربين يعرفوها ويطبقوها، هناك أشكال متعددة من هذه التمارين. المفاتيح الرئيسية في هذه التمارين أنه تكون قريبة جدا لوضعيات اللعب الواقعية، ويكون بها تشالنج تحدي، ويكون بها تمتع. يعني أنا ليش ذكرت هاي 3 نقاط؟ دائما المدرب اللي يعمل مع فئات عمرية يعني تحت 16 إلى 12 يجب أن يفكر بتنظيم التدريبات اللي تمنح اللاعبين المتعة، وبنفس الوقت فيها نوع من التحدي، وبنفس الوقت قريبة كل ما أمكن من وضعية اللعب الواقعية. هذه 3 مفاتيح بالنسبة لي يعني أعتبرها مهمة. بالإضافة إلى أنه هاي التمارين يعني الحقيقة تمنح اللاعبين فرص لاتخاذ القرارات وتطوير اتخاذ القرارات الصحيحة. اللاعبين ذول في نهايتي الساحة المجهزين، طبعا ذول اللاعبين يمكن أن مرات يعني تخلي 4 لاعبين لكل فريق 2، ويدخلون اللاعبين المجهزين مع الفريق الحائز على الكرة، واللي ما عنده كرة ما يدخلون اللي هم في نهايتي الساحة. مرات تخليهم بشكل أفقي، مرات تخليهم بشكل عمودي، ولا هكذا. مرات تبعدهم على بعد 10 ياردات، يعني أنت تتصرف بالمساحة وبموقف أو تموقع اللاعبين السيد ولا المجهزين. أنا من الناس اللي أحب أن ألعبها ب3 فرق، فريقين يلعبون بالداخل، 3 يستراحون من الفريق الثالث، و2 يكونون مجهزين، وأجري التبديلات عشان وحدة من أسس التدريب مع اللاعبين الفئات العمرية أن الكل يلعبون. يعني لا يجوز أن يعني أنا من الناس اللي ما أحبث وقوف اللاعبين بطوابير مثل ما يقولون، يعني بخطوط وانتظار الفعالية وانتظار دورهم بالفعالية لفترة طويلة. اللاعبين يحتاجون أن يستغلون الوقت الأكبر في التدريب. زين، هاي مقدمات بسيطة. فهاي التمارين أنا سئلت عنها، أنا كنت في بغداد مجاز ورجعت اليوم وسئلت عنها وأنا ببغداد، يعني وأنا قلت للشخص اللي سألني إن شاء الله أعطيك نماذج على التمارين يسموها التطويرية. هذا النوع من التمارين تخلي في قائمتك كواحد من أولويات التمارين التطويرية المهمة في كرة القدم، اللي أنا أنصح أن تنفذ على الأقل مرة واحدة في الأسبوع وبمختلف أبعاد ساحات أو منطقة التدريب. مرات تضيقها، مرات تكبرها، مرات تخليها طولية، مرات تخليها عرضية الساحة، حتى تنقل وضعية واقعية من اللعب للتمرين، ساحة التمرين، وبعدين ترجع تضع هذه الوضعية في اللعب أثناء المنافسة. يعني تحاول أن تظهر هذه الوضعية، أو أنت تراقب هل تظهر هذه الوضعية في المباراة اللي يلعبها الفريق. إدخال شروط تعليمية على هاي التمارين مهم جدا. على سبيل المثال إلى الحصر، اللعب بالأمستين. 2، مثلا اللاعب اللي يعطي اللاعب المجهز سي، لأن سي راح يرد نفس الفريق اللي لعب الكرة، لا يجوز له أن يعيد الكرة إلى نفس اللاعب اللي ناوله. وهكذا الشروط تكون ميسرة وبسيطة، ما تأخذ الهدف الأساسي من اللعب وهو اللعب من نهاية إلى نهاية. يسموها أنا كاتبها بالإنجليزي from end to end.
اكثر من هذه التمارين التطويريه، وانا راح اعطي سلسله من التمارين التطويريه، وطبعا هي معروفه وراح اقول كلمه مهمه، انه طريقه التدريب وخل اسمي سلوكيات التدريب بالنسبه للفئات العمريه تختلف من مدرب الى اخر. انا مدرب ما افضل العب 5 ضد 5 و2 مجهزين وبس، وانما العبها بثلاث فرق واداور اللعب حتى اولا اخلي الجميع يكونون كمجهزين واخلي الجميع يلعبون، واعطي خلال هذه الفعاليات فترات راحه، لان هاي التمارين تحتاج الى فترات راحه. فالفريق هسه السي مثلا بعد ثلاث دقائق يدخل ويطلع الاي، ثلاثه من الاي يرتاحون لان طلعوا من اللعب، واثنين يكونون مجهزين، بعد دقيقه ونص ابدل اثنين مجهزين من نفس الفريق، اي أيوة وهكذا يجي الدور على بي، وتلعبها باشواط متعدده او بتوقيتات متعدده. هذا الكليب الحقيقه لمدربين الشباب اللي الان هم في طور، يعني خل اسميه طريقهم للوصول الى القمه، يعني الوصول الى القمه يعني الوصول الى تدريب فرق متقدمه او فرق محترفه او منتخبات وطنيه. وخلي يصبرون شوي، خلي يصبرون، لازم يبدأون بتطبيقات التمارين التطويرية مع الفئات العمرية لكي يكسبون نوع من التجربة الميدانية ويشوفون إمكانية أن تكون هذه التمارين منتجة أو غير منتجة، مؤثرة أو غير مؤثرة. طبعا هذا مقاس التمارين، من أهم تمارين التطوير، بها الكثير من نقاط التدريب، بها الكثير من الكلام، بها الكثير من التوجيه، بها الكثير مما يعرف بالكوتشنج فورمولا، بها الكثير مما يعرف بالتصحيح الأخطاء، وبها 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 التنويع والتطوير. فعلى عجالة أنا اليوم وصلت للدوحة، إن شاء الله أباشر عملي غدا. السؤال عجبني، ما هي التمارين التطويرية المهمة بكرة القدم اللي يمكن أن تطبق مع الفئات العمرية؟ أنا لم أأتي بشيء جديد، كل المدربين اللي يدخلون دورات تدريبية ما شاء الله عارفين هذا النوع من التمارين، لكن أنا أركز على ما يا ربي بطريقة التدريب. طريقة التدريب أنا بالنسبة لي أدربها بثلاث فرق، وإذا عندي أنا 15 لاعب هنا أنا ممتاز، وإذا عندي 18 لاعب ألعب 6 ضد 6 كل فريق 6 لاعبين وهكذا، لكن لا أزيد عن هذا العدد أبدا، لأن أنا بتمارين التطوير أحتاج إلى تعامل اللاعبين مع الكرة بكثرة بكثرة، أحتاج لاعب دائما تحت ضغط الكرة، أنه عنده كرة تحت الضغط، عنده كرة تحت الضغط، لذلك مرات أوسع الساحة، مرات أقصر الساحة، مرات عرضا أزيدها، مرات عرضا أقللها وزيدها طولا، حتى يعني أفكر بممرات كرة القدم في الساحة أثناء اللعب الحقيقي، يعني دروب كرة القدم العرضية والطولية. فأنا من الناس اللي أفكر بما يلي، أقول هل هذه التمارين ممتعة بالنسبة للاعبين، لأن المتعة مهم بالنسبة للاعبين قد ما تعمل مع الفئات العمرية، التعقيد مو مهم، السلاسة والبساطة وما يعرف بسهولة الفهم جيد، يعني من نجاحات المدرب أن يخلي التمرين سهل التنظيم، ويخلي التمرين سهل الفهم، ويخلي التمرين سهل التطبيق وشرطه، سهل التنظيم، سهل الفهم، وسهل التطبيق. بعد ذلك إذا خلصت هذه التمارين من المستحسن أن تضع التمرين بلعب، وعندك انت 15 لاعب او 16 لاعب تقسمهم تقسيمه او تلعب تقسيمه بمساحه اكبر او بنفس المساحه اذا كانت كبيره، وتكمل وحدتك التدريبيه، ويكون انت يعني اذا جاءت هاي ورا فتره الاحماء تكون فتحت باب الوحده التدريبيه على مصراعي، وفتحتها بطريقه ممتعه، وفتحتها بطريقه يرغبها اللاعبين. كرة القدم مباراة، إذا سويت بالتدريب لعب، أي بين قوسين مباراة مصغرة، ألعاب مصغرة يلعبون فيها فريقين بيناتهم تشالنج وفريق ثالث ينتظر وهكذا، تكون أنت فتحت الباب للاعبين لكي
يكونون أكثر حماسة في التطبيق. أنا دكتور موفق الموية، اليوم 15 بالشهر 15/2، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونستمر إن شاء الله على ما يعرف بالتمارين التطويرية لكرة القدم. شكرا جزيلا.